والله صار ناس هذا المخيم هو عبارة تعالي شوية ما تطلعي تعالي جنب ايه لا وعد ما يخليش تطلعي ايش قصار يساكن بهاي المدرسة والله صار ناس 7 سنين يعني ساكنة 7 سنين ايه خسرجية نسيت غريب منطقة سيئة ايه يعني ماكو لا رواتب مشان لا شيء لا معين يعني وتاي يطلعوا يومي يطلعون بينا اي ما عندنا مسموح لكم بالعودة لو مسموح لكم بالعودة بعد ما اعطونا عودة هم ما اعطوكم لا لحد الان زين زوجي شوي مفقود صار له 7 سنين وين فقد؟ والله ما فقد بالفرحاتية بالفرحاتية وبعد مثله وما ادري بيه اي صار له 7 سنين يعني دورته وهاي ماكو ما عليه خبر سويت له شهادة وفاة مشيت لدى مشي لمراتبي انا عشيتهم صعبة صارت وصل حد يوم باغين هناك كله طلعوا واحنا باغين ما عندنا رواتب نطلع تقال عندش امكانية تجريم تطلع لا والله ما عندي زين منطقة سيد غريب اهلها رجعوا وما رجعوا لا بعد كله ما رجعت ما حد رجع من لا لا ما طال حد لنا عودة اي ما حد رجع يعني مثل ما عندي رجع شو تقدر ترجع لا بيوت يعني وين ترجع شلون لحياتك والله يعني العيش عليك وعلى الله يعني العيش مدبرينا قطع علينا لا والله ما عندي واحد عمره 10 سنين والاخ 7 سنين هيك وهاي علمني وهاي ما عندي بس. سويتي معامله مال شهيد وصلتي بها المرحله اي الباحه طلعت الله شهاده الوفاه بغى بس التعويض على اساس بس المحامي يريد مبلغ يعني اكثر والله بس شهاده الوفاه طلب عليه 500000 المحامي والله ما والله 500000 بس شهاده الوفاه بس شهاده اي بس من العالم يعني تقرضوا من الجوا من هاي الطوني طلع شهاده الوفاه